عود طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم قصفه الإجرامي والهستيري على العاصمة صنعاء، مستهدفا بسلسلة من الغارات الهمجية عددا من المصانع ذات العلاقة بمتطلبات الحياة اليومية، وآخرها مصنع حليب الأطفال والمناديل الورقية. جرائم جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، مستهدفا قوت المواطنين وأرزاقهم باستهداف عدد من المصانع الغذائية والمنشآت الصناعية والخدمية العامة والخاصة ذات العلاقة بمتطلبات الحياة اليومية في عدد من محافظات الجمهورية. ففي العاصمة صنعاء عاوت طيران العدوان السعودي شن غاراته الهستيرية على مصنع بن شهاب للمناديل الورقية وحليب الأطفال، وذلك بعدد من الغارات الجوية العنيفة للمرة الثانية على التوالي، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المصنع وأضرار بالغة في منازل المواطنين المجاورة. حليبة حليب حليبة حليب، هذا كيماوي، هذا كيماوي يا سلمان. حليب. نقول للعدو السعودي احرق ما شئت ودمر ما شئت، فهنا اليمن سنظل صامدين كصمود عطام، ونقم ونقم وسنصمد في امام هذا العدوان الغاشم الظالم الامريكي السعودي الصهيوني بحلفائه. لكننا نقول ونوصل رسالتنا، انتم دمروا ونحن نصبر، انتم اقتلوا وهنالك ألف مولود سيأتيكم بسيوف الانتقام، فهيهات من الذلة. هذا وكان طيران العدوان السعودي قد شن ليلة أمس عدد من الغارات الجوية استهدف فيها مصنع الكابوس بشارع الستين، وشن عددا من الغارات استهدف فيها منطقة السبعين والنهدين بأكثر من 4 صواريخ ثنائية الانفجار وقنابل ارتجاجية شديدة الانفجار، تسببت بتضرر عدد من منازل المواطنين والمنشآت المجاورة. كما تلاحظون وتشاهدون الدمار الذي حدث لنا ليلة البارحة من خلال استهداف أكثر من صاروخ للمناطق المجاورة للمستشفى، مستشفى السبعين تعرض للمرة العاشرة على التوالي باستهداف المناطق المجاورة، مما أثر إلى تهدم المباني الخاصة بالمستشفى وأضرار كبيرة جدا كما لاحظتوا وما تلاحظوها الآن من تطاير للأحجار وأيضا تهدم كثير للمباني داخل المستشفى وتحطم نوافذ المستشفى، أيضا تحطم أسقف العمليات وتسببت بأضرار كبيرة داخل المستشفى. يا أخي أرهبونا، أرهبوا العجاوز، أرهبوا الأطفال، أرهبوا المساكين، تمام؟ ايش في ذنبنا؟ ما عاد مش ولا موقع الا وقد ضربوه، ما عاد باقي شيء بيضربوا، يضربوا المواطنين، يعني كونوا لكل مواطن صاروخ، احسن، اليمنيين اقوى من ما تتوقعوا، والله لو ضربونا 1000 سنة ما نتنازل عن حقنا. وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان السعودي عددا من الغارات الجوية استهدف فيها فرضتانه، ما أدى إلى أضرارا بالغة في الأراضي المزراعية،